أو الأساليب التي يتخذونها في ترهيب الشعب اليمني، يحاولون دائما طمس الهوية اليمنية بشكل عام. وطبعا من أهم أسباب طمس الهوية اليمنية هي الوحدة. هم يا أخي الكريم دائما يتعمدون لترغيب ترهيب الشعب بأساليب، طبعا أساليب ميليشيات وليست أساليب رجال دولة. الوحدة، بالنسبة للوحدة اليمنية، إن كانت للمشاريع التي تحدث حاليا في اليمن شمالا أو جنوبا من قبل الميليشيات التي تحاول تمزيق اليمن، الوحدة ستظل راسخة رسوخ الجبال. الوحدة اليمنية هي انبعثت من إرادة شعب، ولم تكن يوم من الأيام مجرد قرارات على ورق أو قرارات سياسية أو حزبية، ولم تكن تقسيم جغرافي أو غيره. الوحدة هي منبعها الشعب، والشعب الآن لم يعد الشعب أو لم يعد المواطن اليمني كما كان في السابق. الشعب الآن واعي ويعلم ما قيمة التضحيات التي قدمت للوحدة اليمنية، الذي جاءت تتويجا لثورتين 26 سبتمبر المجيدة و14 من أكتوبر.